طيب تمام. السلام عليكم شباب، ومرحبا بكم في أول محاضرة لكويت سودان. طيب حاب أبدأ بأنه هذا الصوت واضح مع الناس، الصوت والصورة واضحين مع الناس، ولا في حاجة ما واضحة؟ صوت واضح. الصوت واضح. الصوت واضح، الصورة واضحة. واضحة. ممتاز شديد. طيب خلينا أول حاجة نبدأ بأنه نرحب بكم. قبل ما نعمل تعريف على السريع، اللي هو بس عشان الناس كده تكون عارفة، في البروفايل اللي هو إذا مش خشيت في السيتنج بتلقى حيث مكتوب عليها بروفايل أو سيتنج، إذا ضغطت على السيتنج بتلقى حيث بروفايل، غير الديسبلاي نيم بس لاسمك وللإيميل. بالنسبة للناس شغالين بالتطبيق، بالنسبة لناس شغالين بالبراوزر، يعني هتيجي هنا تضغط على السيتنج وفي البروفايل تغير الاسم بتاعك لاسمك الحقيقي وتحط الايميل بتاعك. دي الحاجة الأولى. إذا شغال بالتليفون إلا تعمل يعني تطلع وتخش تاني تغير الاسم، اسم بتاعك. فمثلا حسي لأنه في زول مكتوب عليه فولو جيتسيا، زول ده أنا ما عارفه صراحة، وبعدين يعني الاسم مشكلة، وبعد ذاك دبليو إيه، يعني صراحة دبليو إيه ما عارف دبليو إيه شنو، محمد تسنيم هبة طيب وأحمد، فدل دل الناس بحسي أسمعهم أسمعهم واحد شيء. طيب إذا الناس ممكن تعمل الحاجة دي كلها في دقيقتين سريع نعم شنو؟ إذا ممكن تغير السوء يعني الاسم بتاع البروفايل عشان يكون واضح، بالنسبة لك أنت واضح تمام، تغيري تغيري واتسنين. هتلقوا الصورة دي. اسم تمام دبليو اي لحد احنا ما عارفين دبليو اي هي اسمه، واخيرا في زول اشرف تمام ممتاز شديد. اوكي تمام، خلينا نقوم نبدا طوالي بتعريف على السريع. طيب حبيبي ناس هنا برضو من السريع بتاع كود سودان ذاتهم، فخلينا نقوم ابدا بي انا احمد. انا اصلا مؤسس بالنسبه لكود سودان. الهدف اصلا من كود سودان اننا نقوم نقدم برامج بجودة عالية للناس عشان تقدر تتعلم البرمجة من خلالها، لأن كل حاجة شايفينها حاليا في السوق أو كل حاجة موجودة حاليا إنه الناس بتعلم لغة برمجة. يعني مثلا بيكون في كورس بتاع نوت جي اس، كورس بتاع جافا سكريبت، كورس بتاع سي، كورس بتاع بايثون، فدي حاجة كويسة شديد، لكن في نفس الوقت دي بتديك السكيلز المهمة عشان أنت تنزل سوق العمل أو أنت تنزل مع الشركة. يعني لما تنزل مع شركة محتاجة سكيلز مختلفة، محتاج برامج تانية تتعلمها غير البرمجه، بس البرمجه هي جزء اساسي لكن ما هو ده كل الموضوع المحتاج تتعلمه. فالهدف من كود سودان او من البرمجه كود انك تديك السكيلز اللي انت محتاجها دي. اهم اثنين احنا بالنسبه لنا اللي هو الموضوع بتاع الكريتيكال ثينكينج، انك كيف انت تفكر بطريقه كريتيكال، والحاجه الثانيه انه كيف تقدر تحل المشكله بروبلم سولفينج. يعني احنا لما نكتب كود نحن بنحل المشاكل دي، الحاجه اللي بنعرفها بنعرفها. البروجرامرز هم بيختلفوا من الكودينج او الكودرز، يعني الكودرز ده بس انه بيكتبوا كود، لكن البروجرامرز هو انه بيفكر في الحل وبعدين بيكتب لهم الكود. احنا كيف نقدر نفكر في الحل اول حاجه وبعدين نفتش له او نكتب الكود. ده البرنامج بتاع كود، ده البرنامج بتاع كود سودان. الهدف بتاع كود سودان في المستقبل اللي قدام ان شاء الله انه السودان يكون عباره عن يعني هب بتاع تكنولوجيا، انه اي ناس من مختلف الدول اللي حوالينا دايرين يشتغلوا اي حاجه لها علاقه بالتكنولوجيا، كود سودان تكون هي هب، او السودان عموما يكون هب للحاجه دي. فده الهدف بتاعنا بعيد المدى، لكن ان شاء الله نقدر نوصل لهم. ما بعيش شديد لانه اصلا اوريدي في ناس كتير في السودان بيشتغلوا الحاجات دي. ف بكده خلينا اقوم يعني ادي الفرصه لمحمد بورما والحاجه اذا الصوت واضح. محمد اصلا موجود، محمد ناظم موجود. طيب الطيب
طيب، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته شباب. عليكم السلام. يا طيب، إذا ممكن تدينا بس نبذة أولا واحدة من حيث أولا لغات. لكم في السودان، نتمنى لكم إن شاء الله. طيب، شكله المشكلة مع طيب في الشبكة، حنرجع له بعد شوية. يعني خلينا أقوم أبدأ من جاسم، إذا ممكن بس الاسم سريع وبعد ذلك نبذة بسيطة عنك. جاسم، هل الصوت واضح معك؟ ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. جاسم محمد الأمين، سوفت وير ديفلوبر، خريج بسكول اوف ماس. سكول اوف ماس، سكول اوف ماس اي الحمد لله بالسلامة. 2012 اوكي. اشتغلت 4 سنة ديسكتوب ابلكيشن، والفترة دي لسه بشتغل ويب وموبايل الاثنين سوا. اوكي تمام، دي حاجة ممتازة. طيب، ان شاء الله يكون يعني البرنامج اضاف بالنسبة لي. والله طيب، انا بفتش على بروجكت اشتغل عليه. اوكي، حتلقى كثير ان شاء الله. ان شاء الله. اشرف، طيب نحن حنمشي أشرف، بعديه هو تسنيم، بعديها هبة، بعديها دبليو اي لحد ما يصير دبليو اي، وبعديه حسن، روان، وأخيرا في لسه برضه شخصية مجهولة. طيب خلينا نمشي لأشرف. أشرف، إذا ممكن تعمل تقريبا أنت ميوت، إذا ممكن تعمل أم ميوت لروحك. طيب خلينا نمشي لتسنيم ونراجع تاني. تسنيم، السلام عليكم. كيف ان شاء الله كويسين كلكم؟ انا اسمي خاطر، انا اتخرجت من جامعة الميلان 2017 كده، ف يعني اعتبر انه كنت السودان، انا اصلا يعني اوريدي داخلة مع كنت السودان في كورس غير ده يعني، فمن هسي هو بيجي اضافة لي يعني. فان شاء الله، انا من زمان كنت بفتش عن يعني حاجة انه اقدر انا يعني، انا بقدر كورسات في النت، فبس ما بقدر اصل لهذه الحاجه، فمع كورس ان شاء الله حقدر اصل لحاجه كويسه ان شاء الله. تمام، ان شاء الله حيكون مناسب بالنسبه لك شديد. اكيد ان شاء الله. تمام، طيب نمشي لهبه. هبه، هل الصوت واضح معك؟ طيب تمام، إذا الصوت واضح مع هبة خلينا نمشي طوالي لـ WA. يا هلا، مرحبا. طيب، أول حاجة ممكن نسأل الاسم. معلش، الاسم وليد أحمد. وليد أحمد، أوكي، تمام. وليد أحمد. إذا ممكن تورينا أكثر وليد. يس. الصوت واضح عندك. تمام. مهندس كهرباء، قريت قسم بور، شغال في الأنظمة النمسجة والمحاكاة. شوية كده غيرت المجال لمجال البرمجة، في مجال قريب جدا للكهرباء، لكن أول مرة أخش فيه بتعمق كده. مهتم جدا بلغات البرمجة كلها، بايثون، جافا، وغيره. شايف انه البرنامج ممكن يكون اضافه لانه هو معني بمتطلبات السوق. يعني الخبره اللي انت بتكتسبها من الكورسات هي ما موجهه.
يبس هذا جنرال إن شاء الله ألاقي فيه الحاجة اللي أنا عايزها ويكون إضافة بالنسبة لي إن شاء الله. إذا ممكن أزال بس أنت ليه حولت من الكهرباء للبروجرامينج سريع؟ والله الواحد كان راغب في إنه هو يدرس المجال بتاع الحاسوب لكن بس النزعات بتاعت السودان إنه درجتك دي عالية وما ما تغير في مجال أنت هو أقل منك أو كده لكن بعد ذاك تاني حصلت حادثة كده فخلتني أنا راغب في العمل من المنزل وكده متأشرين إن شاء الله يكون إضافة بالنسبة لك إن شاء الله. طيب نمشي لحسن. السلام عليكم. وعليكم السلام عليكم. الاسم حسن إدريس حسن بقرا في جامعة السودان قسم الهندسة ميكانيكية هندسة ميكانيكية فكرة الفكرة انه خشيت البرمجة ده انه عندي صاحبي كده ما شاء الله يعني بقرا برضو معي في جامعة السودان بقرا كهرباء حسين هري يعني فهو ما شاء الله يعني قراها من ديو 5 سنين كده في المجال فكان كل مرة بشدني في الفكرة دي فما شاء الله يعني شدني كتير وخلاني يعني أقرا حتى هو يعني قدم لي كان قبل كده التاسك واشتغلته تعود بلمن فالموضوع يعني عجبني شديد يعني وإن شاء الله رب يفتح علينا يعني تمام بالتوفيق إن شاء الله آمين. نسبة سعيدة هل أنت عندك أخو اسمه حسين إدريس حسين إدريس حسين إدريس أنا ناس حياتي بداية إنه في حسين إدريس وفي حسام إدريس وفي في التقديم لخبطوني الاثنين فعشان كده مذكرهم تماما تمام طيب خلينا نمشي طوال لروان السلام عليكم عليكم السلام ورحمة أنا روان عبد الكريم فريش جرادويت دريت هندسة طبية واتخرجت ريت سنة ويعني كنت انترستد شديد في مجال البرمجة من أيام الجامعة يعني عايزة أوصل فيه أكتر بعد ما اتخرجت يعني أوكي طبعا أنا دارس إنه يعني أنت أصلا قريت الطب أو عندها علاقة بالطب صح؟ أي باي ميديكال هندسة طبية الحقيقة خلتني إني إنترستد في البرمجة من البداية شنو؟ كنا بناخد كورسات لأنه عموماً كل الأجهزة الطبية أكيد عندها سوفت وير سايد فكنا بناخد لغة برمجة كورسات يعني سروليز فيعني أنا كنت إنترستد شديد فيهم وكنت بشوفه إنه يعني هذا كورسات أكثر حتى ف يعني هذا بتفرقت وهذا المجال يعني حبه أكثر. أوكي، ماشي. بالتوفيق إن شاء الله. آمين. طيب خلينا بعدها نمشي لأروى آدم. طيب أروى شكل الشبكة معاها. أروى هل الصوت واضح معاك؟ صراحة هنا ما سمعت في الغالب إذا أنت مشغل السماعات بيكون المشكلة إما من السماعات أو من السبيكر. طيب خلينا نمشي نرجع لأروى بعدين إن شاء الله. روبا. طيب روبا شكل البعض والأشياء معك عبا ملاس عبط. يا ملاس هل الصوت واضح معك؟ طيب إذا الصوت ما واضح مع ملاس خلينا نمشي
هبة حاتم. طيب شكل الشبكة عندنا برضو كعبة. هل في أي زول يعني حابين يقدم روحه لسه يعني ما له فرصة؟ عشان أنا مرات الأسماء بتتلخبط عندي فما مشد الترتيب. أشرف، أروى، هبة، يعني شخصية غامضة لسه ما جينا منه. يس، في أي زول حبي؟ الطيب. بكده ننتهي من جزئية الدول اللي هو تعريف سريع. إذا في أي زول اللي قدام إن شاء الله أو الشبكة بتاعته ما كانت كعبة وحابين يقدم روح حتى الناس اللي بيحضروا الحالي من التسجيل ياريت تكتبوا لنا في سلاك اللي هو في announcement 3 هاي نبذة بسيطة عنهم أو في الشات بالجنب هنا ممكن الناس تكتب الحاجة تكتب الملخص سريع أو حاجة أو نبذة سريعة عنهم عشان الناس كلها تعرف فقط. طيب تمام شيء. خلينا نقوم نبدأ طوالي. بأنه في السيشن ده يعني ده حيكون تقريبا أكثر سيشن فيه كمية بتاع المعلومات وحياة جديدة على الناس. فممكن الناس ذات في أي وقت ممكن زول يعمل أميوت ليروحه وطوالي يسأل سؤال أو يعني ممكن توقفني إذا في أي حاجة ما وضحت لك أو ما وضحت لك. الحاجة الثانية الواضحة جدا أنا بتكلم سريع ودي حاجة يعني أنا عارفها. فإذا في حاجة ما وضحت لأن أنا بتكلم سريع أو في حاجة ما كانت واضحة شديد ياريت توقفوني ياريت توقفيني أو توقفني وبرجع تاني للحاجة دي. فإذا كده الموضوع واضح خلينا نمشي طوالي لنمرة واحد. الهدف من البرنامج أو يعني أصلا البرنامج اللي عقلت سودان هدف شو عندنا أربع حاجات. اللي هو الحاجة الأولى إنه الناس يكون عندها خبرة عملية وإنها تشتغل على مشاريع حقيقية أو مشاريع ما زي مثلا غالبا نحن كلنا قرينا في الجامعات في السودان كلنا قرينا في الجامعات. في الغالب معظم المشاريع اللي نشتغل عليها بتكون حياتنا عندنا هنا هي نظرية ساكت يعني حاجات ما حنتكلم عليها لقدام. اللي هو واحدة مثلا منها في ناس بيقول لك اعمل لك آلة حاسبة. آلة حاسبة حاجة كويسة وهي حاجة لكن آلة حاسبة ولا نحن عندنا فما حنستفيد لأن نعم هي بس بدها قرينا الفهم لكن احنا ممكن نوقع الفهم بحاجات ثانية أفضل في الحين الواقع. الحين نمرة اثنين اللي هو نستخدم آخر برامج التكنولوجيا في سوق العمل ودي واحدة من الحاجات الكويسة إنه نحن عندنا الإنترنت فبالتالي نقدر نعرف الحياة اللي وصلها الناس ونبدأ من هناك مباشرة. يعني مثلا الكورس الحصري حناخده اللي هو اللي حيكون البيز بالنسبة لنا كورس تحسين السيفتي هو الإنتاج بتاعه عمله هارفرد 2019 وحاسي تقريبا في نسخة جديدة منه اللي هو بريليس بالنسبة لأليسا فما حد يشتغل بيها لكن يعني هو برنامج معمول السنة اللي فاتت فبالتالي يكون فيه كل الحياة الجديدة في المجال بتاع التكنولوجيا في المجال بتاع البرامج في المجال بتاع البرمجة عموما سوق العمل وكده. فمعظم الحياة اللي حنشتغلها حاسي هي ما حتكون أبليكابل بس للسودان حتكون أبليكابل حتى بالنسبة للعالم. والحياة دي في كمية من الناس اللي تخرجوا من البرنامج حتى أنا ذاتي يعني أنا ذاتي مريت خلال الكورس بتاع سياسيتي فالناس حيستفيد منه كثير إن شاء الله. الحاجة الثالثة والحاجة يعني مراعي لها كده شيء إنه لازم يكون التعليم بجودة عالية وعشان كده اخترنا هارفرد. طيب كان في خيار إننا نقوم نعمل كورس برانا ده كان واحد من الخيارات المناسبة جدا وكان عندنا أستاذ عشان يقدم الحاجة دي لكن لما جينا فكرنا لقينا إنه والله يا أخي نحن بغض النظر عن كل السودانيين الموجود مع كل الاحترام لهم كلهم ما حنقدر ندرس الكورس بتاع البرمجة أكثر من أستاذ موجود في جامعة هارفرد. فعشان كده قلنا خلاص نحن بدل ما نقوم نبذل الجهد في إننا نقوم نجهز البرنامج نحن نبذل الجهد في إننا نساعد الناس يفهموا البرنامج أو يفهموا الكورس والكورسات الحاوضة. فحيكون الكورس تحسية سيفتي يعني هتسمع به كتير شديد في المحاضرة دي حيكون هو الأساس بالنسبة لنا لكن ما هو البرنامج للكورس تاعه كله. حيكون لنا سيشن تانية عندها علاقة بالحياة السودانية بتاعتنا اللي حبرانا لكن الكورس تحسية سيفتي حيكون هو البيز وإننا هنشتغل عليه. فإننا حنكون قدر مستطاعنا حاول إننا نسهل الكورس حاول إننا نقوم يعني نعمل منتورين حول الكورس بصورة ضعيفة شديد. الحاجة الثالثة أو في ضمن الموضوع بتاع إنه اللي حصلنا هارفرد إنه بعد ما ينتهوا من الكورس في الغالب أنت حتكون تتعلم حاجة جديدة. بعد ما ينتهي من الكورس بيكون عندك السكيلز أو عندك السكيلز تاني تتعلم حاجة تانية براك
لانه اصلا نحن هنكون هنا من اونلاين كورس بس بالمساعده حبتين، فنحن هنقول نشيل المساعده دي، نحن هنشيل لكم المساعده وحتكون خلاص يعني في ارض الواقع. فبعد ذلك كيف ممكن يتعلم؟ اللي هو كل الناس بالعالم في البرمجه بتعلم بالكورسات الاونلاين، فدي برضه بتكون اكسبيرينس كويسه يعني كومباينيشن بين كورس اونلاين في نفس الوقت فيه مساعده، يعني ان شاء الله تكون يعني تعجبكم. ونحن يعني عملنا تويك بطريقه ظريفه. الحاجه اللي بعدين اللي هو حيكون في مجتمع مساعد ومحمس، ودي حاجه مهمه شديد بالنسبه لنا، لانه دائما في المجال بتاع البرمجه واحتمال سمعنا من كم زول انه في زول صاحبي قال لي او كنت مع صاحبي او كنت مع صاحبتي. فالمجتمع ده بالذات في المجال بتاع البرمجه حاجه مفيده شديد، لانه دائما بيكون عندنا اسئله، دائما بيكون في حاجه دايرين نعرفها، دائما بيكون في حاجه اقفى علينا. فانه يكون عندنا مجتمع زي ده مساعد اننا احنا نتطور ونمشي قدام، دي حاجه كويسه ودي حاجه بنركز عليها شديد. فدي الاهداف الاربعه من البرنامج بتاع كورس ده، وان شاء الله كل الناس تطلع بيها من البرنامج. طيب شهر البرنامج حيكون كيف؟ الحاجه الاولى البرنامج حيكون شهرين، يعني في الغالب حينتهي شهر 12 يوم 2 في الحاجه الاوليه بمعدل محاضرتين كل اسبوع، اللي هو حيكون المحاضره يوم الجمعه محاضره يوم الاثنين الساعه 8، وكل محاضره حتكون ساعه ونص. الساعه ونص حيتقسم كيف؟ حنجهل قدام ان شاء الله. فدي مبدئيا. بعدها حتكون في محاضرات تتخلل الموضوع ده، اللي هو زي المحاضرات بتاعه البرين ستورمينج والويكلي بلاننج، ده موضوع براح حنجهل قدام ان شاء الله. زي ما قلنا انه حيعتمد على الكورس بتاع سي اس 50. قصدي للناس انه اللي اسمه سي اس 50، طيب سي اس اختصار لكمبيوتر ساينس، و50 ده الكود بتاع الكورس في الجامعه اصلا جامعه هارفارد 50. فكمبيوتر ساينس 50 هو دائما انتروداكشن بالنسبه للكمبيوتر ساينس. فده جزء اساسي من البرنامج، لكن زي ما قلنا انه هو ما كل البرنامج بتاع كود سودان. حاجه ثالثه انه حيتعلم كميه من الحاجات بالنسبه للناس الجديده في المجال بتاع البرمجه. حيكون في سلاك، جوجل كاليندر، جيت هاب، سي، بايثون، جافا سكريبت، اس كيو ال، وحاجات ثانيه كثيره شديد. فيعني ان شاء الله حيكون برنامج ضاغط، لكن في نفس الوقت حيكون برنامج ممتع، لانه الزول كل مره بيتعلم حاجه جديده. فانت اذا انت او انت من الناس اللي بتحب يتعلم انه او مش يتعلم بيحبوا ان يتعلم كل مره حاجه جديده، البرنامج ده حيكون ممتاز شديد. والحاجه الاخيره انه كل الناس بتزعل من الحاجه دي بالنسبه لي الانترنت، عندنا فيه مشكله كبيره في السودان، والكهرباء عندنا فيها مشكله اكبر في السودان. فدايما بنقوم نسجل المحاضرات كلها وبنرفعها في اليوتيوب، وبندي اللينك بالنسبه للناس عشان يحضروهم. دي لكن يعني في الغالب هنرفع ويتين 24 ساعه، فبعد 24 ساعه من حس يعني قبل بكره الساعه 8 المحاضره دي هتكون اترفعت ان شاء الله، وبيجت يعني بننزل اللينك في اناونسمنت 3 في سلاك. طيب خليني بوس او اجيب حد هنا واسال اذا في اي زول عنده اي سؤال او استفسار لحد ما نتوقف. تمام طيب اذا ما في زول عنده اي سؤال، هبه يعني قالت لي هي الصوت يعني الشبكة عندها ما كويسة، لكن هي حاتم ودرست تقنية المعلومات في الرباط واشتغلت سنتين في غير المجال ودارة ترجع للمجال الثاني بتاع البرمجة، فإن شاء الله يعني البرنامج يكون بداية موفرة بالنسبة لك. طيب ممتاز شريف، نصل اللي هو وصلنا في الشكل بتاع البرنامج حيكون عامل كيف. الحاجة اللي بعديها دي الدبعة الثالثة، فبالتالي خلال الدبعتين اللي فاتوا نحن بدينا نتعلم وبدينا ندي ريكومنديشن بالنسبه للناس. اول حاجه علمناها انه كان بنقول للناس انه نحن بنعلم البرمجه بالغصب، يعني ما في زول بيغصب عشان يتعلم البرمجه، انت براك يعني انت بيكون عندك الموتيفيشن او بيكون عندك الحاجه اللي تتعلم لها البرمجه عشانها، ونحن بنساعد في الحاجه دي. لكن لقينا انه دي ما حاجه كفايه، يعني لما كان بدينا كان بنبدا بانه كل الناس بيكونوا بيحضروا المحاضره، وبعد ذاك المحاضره بتقل، لانه في الشروط بتاعه التخرج او انه ندي الشهاده بتاعه كود سودان، الحاجه الوحيده اللي احنا كانت ريكواير بالنسبه لنا انه المشروع في النهايه الناس تخلصه، يعني ان المشروع في النهايه بما انه اصلا البرنامج كله بروجكت بيز ليرنينج، فهو ميك سنس انه احنا ما نشتغل باي حاجه بس المشروع في النهايه، انت المشروع في النهايه وانت المشروع في النهايه نهايه البرنامج، اذا بقى ظابط اوكي معناته يعني. صوت يا احمد، صوت يا شيخ. اوكي طيب خليني اقوم اكتب الكاميرا. طيب
كده الصوت كيف؟ يعني هل كده الصوت كويس مع الناس ولا لسه بيقطع؟ هو سريع كده يعني في سرعة ولا شو؟ ما واضح. بعد غالبا أنا. في الكلام الأخير أنا ما سمعته صراحة. أوكي تمام خلينا نعيد الكلام. على الغياب وكده. اللي هو بتاع الحي اللي علمناه من الدفعة الأولى والثانية صح؟ آه. بتاع الحي اللي علمناه من الدفعة الثانية اللي هو السلايد ده. لا يساعدني الغياب ما من إنه الغياب المفروض يكون 25% أو كذا مختصر لما تعلم ليش يعني شروط الشهادة إنه زلاخ الشهادة ولا كذا. أوكي أوكي تمام. طيب عشان أجي للنقطة دي اللي هو كان واحدة من حاجات البرنسيبل بالنسبة للدفعة الأولى والثانية إنه ما كان عندنا حضور وغياب يعني الموضوع بتاع المحاضرات دي كان أب لأي زول كل الحاجة إحنا كنا يعني ريكواير بالنسبة لكل زول عشان يتخرج إنه عندنا مشروع كبير في النهاية لازم كل الناس تخلصه فده كان الهدف بتاعنا وكانت الرؤية بتاعتنا إنه بما إنه هو أصلا برنامج مبني على بروجكت فهو ميك سنس إنه نقوم نخلي الموضوع بتاع الغياب والحضور ونشتغل بالمشاريع بس دي كانت كويسة لكن لما جينا حقيقة عملي لقينا الموضوع ده ما ظابط ليش نعم؟ لأنه لقينا إنه معظم الناس بتقوم تحضر المحاضرة الأولى والثانية وبعد ذلك بتكسر الحنك لقدام الحقيقة دي نحن ما مضررين منها عشان نكون صريحين يعني ككويت سودان يعني لأنه في النهاية هندي المحاضرة هنفعل اليوتيوب وكل الناس تحضر لكن لقينا إنه الناس اللي بينتهوا من البرنامج اللي هو بيخلصوا المشروع في النهاية ببساطة شديد ودي ما حاجة نحن دايرينها فالحقيقة اللي قلنا عملناها إنه هيكون في هنعمل حضور غياب اللي هو بنسبة 25% يعني 25% دي الحقيقة اللي أنت متاح لك إنك تغيبها أو متاح لك إنك تغيبيها في المحاضرات كلها لكن لأنه برضو هنراعي الموضوع بتاع إن الكهرباء بتقطع وإنه عندنا مشكلة في النت فدي حاجات كثيرة يعني حاسس في كمية من الناس بيقولوا والله الشبكة أنا عندي كعبة لكن سامع أو لأنه الشبكة أنا عندي كعبة ما قادر أخش فعشان الموضوع ده نخلي إنه أي زول ما حضر المحاضرة ممكن يكتب ملخص أو حاجة بسيطة عن الحاجة اللي هو حضرها أو حاجة اللي هو يتعلمها من المحاضرة المسجلة عشان نتأكد إنه هو زول حضر المحاضرة المسجلة في حاجة مختصر عنها ويرسله مثلا في كل ويك اللي هو حنيل الموضوع بتاع الشانل أي في أي ويك عنده شانلز معينة ففي الشانلز انت بتكون ترسل المختصر بتاعك وعندنا زي الشيت اللي هو اي زول بيعمل فيه تيك على انه حضر المحاضره وبعدين في النهايه بنحسب الحضور والغياب فدي الحاجه دي الحاجه اللي احنا يعني السوليوشن بالنسبه لنا او الحل بالنسبه للمشكله دي قد يكون صح قد يكون غلط احنا ما عارفين لحد هسه فدي اول تجربه لنا للموضوع ده فحنشوف الناس وبعد ذاك نشوف الموضوع هيمشي بأي طريقة كبدايه ايوه ظابط ظابط تمام تمام الحاجة الثانية واحدة من الحاجات برضو لقيناها إنه أفضل طريقة إنك تستفيد من البرنامج اللي هو إنه الالتزام بجدول بتاع البرنامج يعني إحنا أسبوع ومحاضرتين كل يوم في الأسبوع ساعة ونص إحنا ما يعني ما بس حاجة كانت random شديد أو حاجة يعني زي ما نقول اعتباطية نحن عندنا يعني عارفين إنه الكورس بيمشي على طريقة وسرعة الكورس عاملة كيف ففي كل محاضرة بتكون في معلومات جديدة ومعلومات مفيدة لكل زول فالالتزام بالجدول دي حاجة مهمة شديد. الحاجة الثانية اللي هو الكوميونتي أو المجتمع. أنت لازم تخليك أو تخليك دائماً بتزعل الحاجة اللي بقى لك وحتكون في كمية من الحاجة اللي هتجيب للناس. يعني دي حاجة احنا خدناها في الاعتبار. وخليكم دائماً متواصلين ومتفاعلين. فالتفاعل والتواصل مع الناس ده هو اللي بدي يروح للبرنامج. فنحن من ناحيتنا بنحاول نديليفر أكثر يعني حاجة ممكنة أو أكبر كواليتي ممكنة. في نفس الوقت بنتوقع الحاجات دي من جانبكم دي الحاجة الثانية الحاجة الثالثة الزمن 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 إذا في حاجة واحدة حيتعلمها البرنامج ده اللي هو الزمن أو احترام الزمن هنا حرفيا بنبدأ في وقتنا إذا ما قدرنا نبدأ بنرسل يعني في الغالب إذا في أي حاجة حصلت الكهرباء قطعت نزول النت ما كده بنحاول نقوم نرسل قبل الزمن بفترة كافية عشان الناس تكون كلها عارفة لكن الستاندرد بتاعنا نبدأ الساعة 8 الطق بالكثير بندي الناس 5 دقائق ودائما بنعملها بندي الناس 5 دقائق لان في ناس بيكونوا دايرين يخشوا والشبكه ما مساعدهم كده فالساعه 8 و5 بالكثير احنا بنكون بادئين الحاجه الاخيره احنا عارفين انه دي الدفعه الثالثه البرنامج لسه يعني شغال ياخذ الشكل بتاعه ففي حاجات كثيره شديد ما حتكون
مثالية أو perfect، لكن في نفس الوقت بنشجع الناس إنه تدينا الفيدباك بتاعها، إني أخذ البرنامج الضابط، الحاجة ما ضابط شنو، الليلة كانت الحاجة كويسة شنو، الحاجة كانت تعبة شنو. فدي كلها يعني الفيدباك. بعد كل ويك يكون عندنا الفيدباك فورم، الناس ممكن تخش تكتب فيها الحاجة اللي هو دائرها، الحاجة اللي كانت كويسة، الحاجة اللي ممكن نعملها improvement. فالفيدباك بالنسبة لنا دي حاجة كويسة عشان نقدر نواصل لقدام. موضوع الحضور والغياب ده كان فيدباك من واحدة من المشاركات معنا في الدورة الثانية، فكانت قالت الحاجة دي، وفعلا دي الحاجة احنا يعني اول عشان نحل المشكلة جربناها في الدورة دي. فموضوع الفيدباك، وفي النهاية حتلقوا يعني نحن نصل لحد الدورة الجاية عشان نقوم نصلح البرنامج. يعني اسبوع ده الفيدباك بتاعته هنعمل لها implementation في الاسبوع الجاي، فكل اسبوع انت هتشوف انه في حاجة جديدة في البرنامج شغالة، وفي حاجة جديدة بتظهر، وحاجات احتمال تكون كانت كعبة في الماضي بتتصلح لقدام ان شاء الله. فلما تحس لما يجي اقارن الدفعة الأولى مع الدفعة الحاسبة قلنا في كمية من الامبروفمنت بتتصلح. فيعني يا ريت لو الناس ادتنا الفيدباك عن الحاجة. تمام. حاجة ثالثة اللي هو عندنا نشاطات جانبية، دي حاجة يعني غير المين بتاع البرنامج. نروح عندنا ورشة برمجة، دي حاجة بنعملها في كويت السودان كل يوم خميس الساعة 8 بتكون في زي ونسة مع زول عنده علاقة بالمجال بتاع البرمجة، زول يعني عنده experience أو خبرة طويلة في المجال بتاع البرمجة، يعني حاجة معينة. فيعني نحن دائما بنحبذ الناس تشارك في حياتنا لأنها بتوسع يعني أفاق الناس. بعدك عندنا نسيسية طلابنا عزاها في الفيسبوك اللي هي دي كل مرة بننزل عن واحد من الطلاب المعانا في البرنامج معنا البرنامج ذاته عن قصة الطالب ذاته أو قصة الزول المعانا. الهدف منها كلها إنه نمرة واحد، في ناس عندهم نفس القصص بتاعتنا ومروا بنفس الحياة بتاعتنا، لكن القصص دي ممكن تكون بالنسبة لهم دافع عشان يخشوا البرمجة مثلا. فإحنا دائما نتكلم عن إنه يعني قصة الزول مع البرمجة كانت كيف. فدي واحدة من الحاجات اللي شغالين عليها، وفي الغالب يعني لحد لما نصل بصوت برنامج كده بنبدأ نسأل الناس، إذا الناس فاضية بنعمل زي انترفيو معهم، أو مش انترفيو، هي ونسة في الحقيقة 30 دقيقة كده، وبعد ذلك بنكتب يعني بوست صغير. الحاجة الأخيرة اللي هو كود سودان لاب، ودي حاجة يعني نحن سايد الشريك اللي هو من كل دبعة نختار زي 3 أنفاق، وشايفين إنهم بيكون بوتنشيال لقدام إن شاء الله، وبنخش في برنامج تاني اسمه كود سودان لاب. الهدف منه إنه يكون هو يعني أدفانس وسريع في نفس الوقت، أسرع من البرنامج اللي بنعمله حاليا اللي هو برنامج كود سودان. لكن دي حاجة اللي حتحسي يعني تجربة، حتحسي في نفرين في البرنامج من الدبعة اللي بعدها حنخش 3 أنفاق، فكده حيكونوا 5، ونشوف الدبعة دي حتمشي كده. فدي حاجات جانبية مع حاجات من أصل البرنامج، لكن بس حابين نقول نوريها للناس عشان نكون عشان الناس تكون عارفة شكل البرنامج عامل كيف كليا. طيب الحاجة اللي بعد اللي هو حنقوم نتكلم عن البرامج، أو يعني الحاجات اللي نستخدمها. كلنا نشوف سلاك، جوجل كاليندر، ما أعرف جيت هاب وما أدراك. فالحاجات دي كلها حسي حنجيها بالتفاصيل، لكن قبل ما نجيب التفاصيل هل تأيذوا عنه سؤال عن الشغلات الجانبية، حيث اللي علمناه من الدرعة والبرنامج، الهدف من البرنامج، هل تأيذوا عنده أي سؤال عن حاجاته أو أي سؤال في رأسه؟ يا أحمد ممكن تعيد لي الجزء الأخير بتاع كود سودان لاب لأنه ما سمعت. يس كول كود سودان لاب الهدف منه إنه بس هو زي acceleration أو زي مسرعة بالنسبة اللي بيختار ناس إنه potential عالي من الدفعة، اللي هم من خلال الاكسبيرينس تعلمنا معهم أو تفاعلنا معهم بناخد يعني ناس بساطة اللي هو عشان يشتركوا معنا في البرنامج تاكوسنا، اللي هو ممكن أقول هو زي درجة أدفانس حبتين من البرنامج الحسي شغالين له. لكن حتى الآن زي ما قلت هو حاجة تجربة، يعني حاجة بنجرب فيها لسه، ويعني بتسمع تفاصيل عنه أكثر إن شاء الله في المستقبل إن شاء الله. أي سؤال بالنسبة للناس اللي خشوا حسي أو يعني خشوا يعني يا دوب خشوا مرحبا بكم. والحاجة الثانية حسي حاليا بنمشي بس في الشكل بتاع البرنامج، الشكل عامل كيف والحياة الأساسية عامل كيف قبل ما نخش في البرامج اللي هنشتغل بها أو قبل ما نخش في المجال بتاع البرمجة أصلا. فدي حاجة سريعة كده تعريفية، إذا في أي زول عنده أي سؤال ممكن يعني طوالي حالياً.
اوكي تمام. بشكله ما في اي سؤال، تمام هنقوم نواصل الطوارئ. طيب اول برنامج بالنسبه لنا اللي هو سلاك، تقريبا انه انت كلكم حاليا قاعدين هنا ف you should already be familiar مع سلاك، او المفروض تكونوا already عارفين سلاك. عشان توضيح اكثر، طيب ده سلاك زي ما شايفينه. طيب في زول هنا سأل اسمه أو مصطفى سأل قال إنه وين اللينك اللي هو اللينك للدخول، فعشان أنا جاوب على السؤال بتاعه ده دي واحدة من الحياة السريعة سريعة اللي هو يعني مثلا اللينك أصلا كان هنا، عمل كوبي لللينك ده من هنا، أنا حاجوم أكبر الشاشة عشان أسهل أشوف. طيب كده واضح مع كل الناس الشاشة بتاعتي؟ تمام. طيب مصطفى مثلا سأل قال انه وين اللينك، فعشان انا اجاوب عليهم بدل ما اقوم اكتب حاجه هنا، يعني بدل ما اقوم ارسل لهم اللينك هنا زي الواتس مثلا انت ارسلت لهم، افضل من كده اللي هو بقوم في حاجه هنا مكتوب عليها ريبلاي ان الثيرد اللي هو زي الريبلاي بتاع الفيسبوك، اقوم اضغط عليهم وبديني طوالي هنا انه اقوم اعمل ريبلاي، فانا اقوم اعمل ريبلاي هنا اعمل له انت وامسح الكومنت بتاعنا ديليت مسج. فبالطريقة دي بتلاحظوا انه شكل البلاتفورم بتاعنا وشكل المنصة بتاعتنا تكون جميل حسين، بحيث انه اي سؤال بتلقى جواهم اللينك والحاجات دي. فدي الحاجة نمرة واحد. طيب مبدئيا كده سلاك الهدف بتاعه انه احنا نتعامل مع بعض او to collaborate together، فأهم حاجات فيه موجودة هنا. أول حاجة عندنا channels اللي هو دي القنوات بتاعتنا. انتوا بالنسبة لكم بتكون مختلفة، لأنه أنا عامل مثلا انه القنوات دي هي my favorite أو دي الحياة المفضلة بالنسبة لي الحياة اللي شغال عليها، ودي باقية القنوات. فانتوا مثلا بالنسبة لكم منتورز ممكن ما تكون موجودة، فحيكون مثلا في كود سودان، كود سودان بروجرام، راندوم ميك زيرو، دا. طيب دي القنوات بالنسبة لنا. بعد ذلك اي زول هنا اللي هو مستخدم ممكن عادي مثلا محمد اذا بدي اتكلم معه اقوم اعمل مسج اني طوالي ارسل له. بعد ذلك اللي قدام اذا بدي اتواصل مع زول شخصيا بتلقى هنا طوالي انه هنا في الدايركت مسج في ممكن طوالي ترسل للزول، يعني هي حاجة قريبة ل ممكن أقول شنو زي الجروبس مثلا هنا في فيسبوك، ودي هنا بترسل رسالة دايركت في الفيسبوك. فدي زي قريب الحاجات، بس قريب الحاجات بالنسبة للناس. أهم حاجة بالنسبة لنا اللي هو الأناونسمنت فري اللي هو القناة بتاعتنا الحسية حاليا موجودين فيها، دي حيكون فيها كل الأناونسمنت أو كل الإعلانات اللي عندها علاقة بالبرنامج. إذا البرنامج في حاجة تغيرت، في زمن يتغير، في حاجة طارئة حصلت، في إعلان لحاجة معينة، كلها حيكون في أناونسمنت 3. فالناس دائما تكون مركزة مع أناونسمنت 3 دي إذا في أي حاجة جديدة فيها. طيب دي الحاجة نمرة واحد. الحاجة نمرة اثنين الويكس اللي هو عندنا ويك 0 ويك 1 ويك 2 ويك 3، الحاجة عبارة عن شنو؟ في الكورس بتاع سي اس اف تي هو مقسم لويكس اللي هو عندنا ويك 0 ويك 1 ويك 2 ويك 3. إذا مشينا لويك 0 هيكون فيه كل الأسئلة اللي عندها علاقة بويك 0 من الكورس بتاع سي اس اف تي. لا إذا رجعتوا فوق تلاقوا إنه مثلا الدفعة فاتت دي الدفعة الثانية فوق شديد، دي مثلا الدفعة الأولى، فتلاقوا كل الحاجات موجودة. أنت ممكن تسأل أو تسألي سؤالك هنا عن ويك 0. أهم حاجة إن الناس تستيك مع الحاجات اللي هو إذا عندك أي سؤال أو عندك أي سؤال تنزليه في ويك 0، إذا عنده علاقة بويك 0، عنده علاقة بويك 1 تنزليه أو تنزله في ويك 1 وهكذا لحد ما نصل لويك 8. فدي حاجة سريعة عن الشكل بتاع سلاك عامل كيف. ويلكم بصراحة لأنها هي ديفولت فنقدر نغيرها. منتورز دي المنتورز شغالة في البرنامج. راندوم دي حاجة مهمة شيء برضو، إذا في أي ناس عندها مثلا حاجات شايفة الناس ممكن تستفيد منها لكن ما عندها علاقة بالبرنامج، يعني مثلا ما عندها علاقة بويك 0 ولا ويك 1 ولا كده، ممكن الناس تنزلها هنا. ميمز، ارتكلز أو يعني يسموه شنو؟ حاجات مكتوبة الناس ممكن تستفيد منها، فيديوهات، صور. نحن مرة برضه بننزل إنه الفيزياء بتاع طلابنا الأعزاء كلهم بننزل زول بننزل برضه هنا في راندومز. فدي كل الحاجات يعني إذا في أي حاجة ما عندها علاقة بالبرنامج حابين تنزلوها هنا. بتذكر في الدفعة الأولى إذا طلعتوا اللي فوق حبيت أقول إنهم برضه كان عندهم مشكلة أو كانت الإنجليزي، فكان برضه الناس بتنزل أرتكلز إنه كيف الناس تتعلم الإنجليزي، لأن الإنجليزي برضه مهم شيء في المجال بتاع البرمجة. فدي تقريبا كل الحاجات اللي موجودة حاليا في كود سودان في سلاك.
فإذا في أي زول عنده أي سؤال عن ستاك. هل واضح بالنسبة لكل الناس؟ معلش أنا كان بس عندي سؤال بخصوص البرنامج، هل هو بيوفر معارف أساسية ولا بيوفر حد احترافية جدا عن اللغات دي وكيف طريقة استخدامها، أو هل هو حاجة موجهة تبع للمشاريع؟ يعني هتفهم اللغة. يا وليد إذا ممكن تقول لي السؤال الثاني، أنا بس كان بيقطع حبتين. أنا كان عايز إنه هل البرنامج يعني بيوفر معرفة أساسية ولا معرفة مختلفة جدا في اللغات، صح؟ أيوة. كمان برضو هل المعرفة دي محددة على البرامج أو على المشاريع اللي حيتم، ولا هي مفتوحة بحيث أنه تقدر تمارس بها أي مشروع تاني؟ تمام. طيب عشان بس أخذ الناس في يعني هيستوري أو تاريخ بسيط، قبل ما نبدأ أصلا كوتش ده من البداية عملنا زي مسح بالنسبة للسوق، ولقينا أنه 40% من الشركات، استغفر الله، ما 40، 90% من الشركات يا يعني هي شغاله بجافا سكريبت او ماشيه في الموضوع بتاع جافا سكريبت، سواء كان ويب ديفلوبمنت، اندرويد ديفلوبمنت اللي هو بيريات والحاجات دي، او ماشيه بزياده. يعني مثلا في شركات كثيره شغاله بدوت نت او شغاله ب معظمها دوت نت في السودان، وبرضه متجهه للموضوع بتاع جافا سكريبت. فالحاجه الاساسيه كانت في البرنامج انه نشتغل جافا سكريبت، فدي عشان كده بنقول انه اسم البرنامج هو الفاونديشن فور بروجرامينج اند ويب ديفلوبمنت. نمره واحد. نمره اثنين، لقينا انه واحده من الحاجات الاساسيه اللي بيطلبوها الناس عشان يخشوا المجال بتاع البرمجه اللي هو السوفت سكيلز، ودي الحاجات اللي بيفتشوا عنها الناس. يعني مثلا واحده من الاسئله دائما بتكون في الانترفيو اللي هو كيف انك تعرف انه الكود ده كويس او الكود ده كلين. فدي الاسئله دي غالبا ما عندها علاقه بانك تكتب كود في حد ذاته اكثر من انك تعرف كيف تكتب كود كويس، اللي هو دي واحدة من الفهم بتاعت الكريتيكال ثينكينج والبروبلم سولفينج في النقطة دي. فبيجا عندنا نحن لازم البرنامج يكون فيه تو بيلرز أساسية، اللي هو البيلرز الأولى إنه لازم يقدم سوفت سكيلز كويسة بالنسبة للناس، كيف إنك يعني تكون عندك السكيلز بتاعت الكريتيكال ثينكينج، وكيف إنك تقدر يعني تبدأ بروبلم سولفر اللي هو إنك تحل المشاكل. في نفس الوقت كيف إنه البرنامج يكون مركز على الموضوع بتاع جافا سكريبت. أرجع لك النقطة بتاعتك، تعليني يا أخي هل البرنامج بيقدم معرفة أساسية ولا معرفة مختلفة؟ مبدئياً هو معرفة أساسية بالنسبة للغة البرمجة وموجهة للمشاريع هتشتغلها. يعني مثلاً نحن هنعرف أول لغة برمجة هي العربية السي، لأنه دي بتعرفنا أصلاً الفندمنتال أو الأساسيات بتاعت البرمجة من أولياتها. لكن في نفس الوقت لقدام يعني مشروع التخرج أو يعني الفاينل بروجكت بالنسبة لنا هيكون up to you، يعني المشروع يعني راجع لك انك تختار المشروع انت دايره، فبالتالي انت هتعرف المعرفة الاساسية لكن في وحتطبقها في مشاريع. لكن في نفس الوقت احنا متأكدين تماما انه او دايرين نتأكد انه هي انت تعلمتها هتقدر apply في حاجات تانية، مش شرط بس المشاريع اللي اشتغلنا عليها وخلاص دخلنا على كده. فعشان كده دايما المشروع النهائي يكون حاجة غالبا مفيدة بالنسبة لك، مفيدة للمنطقة بتاعتك، مفيدة للبيئة بتاعتك، مفيدة للناس اللي حواليك، او عندنا سيتس بتاع المشاريع بنقول انها ممكن تكون مفيده بننزلها للناس. فده الشكل بتاع البرنامج عموما. ان شاء الله كده يكون يعني جاوبت على السؤال بتاعك يا وليد. طيب عندي سؤال برضه، انه الشهرين دول حيكونوا كافيات انه الزلمه يتعلم لغات جديده وكده يعني كثير؟ yes. يعني تعاملوا معاك تمام. نحن ما كليم انك انت بعد ما تخرج من البرنامج هتكون انت زول يعني خلاص ادفانس في الموضوع ده. نحن في الغالب يعني نحن في الغالب زي الشراره بتاعت البدايه بالنسبه للبرمجه، فنحن بنحاول نقول نخدك في التراك الصحيح وبعدها انت حتتحرك فيه ان شاء الله. فالبرنامج بتاع كوتش ده ما انه بس الزول حيطلع محترف، لانه
احنا حتى بالنسبه للناس اللي اشتركوا في او في يعني بالنسبه للشركات اللي احنا نتكلم معاها حاليا عن انه يا اخي الناس بعد ما يتخرجوا ممكن ينزلوا معاكم, احنا نقول لهم هم حينزلوا معاكم يعملوا تريننج او انترنشيب او جونيورز. دي الناس عندهم المعرفه الاساسيه لكن هم ما سينيورز, يعني ما في زول عنده معرفه بتاعت 4 سنين من الوقت الطويل. الحقيقه احنا بنقول انه البرنامج بتاع كورس ده هو بيخطك في التراك الصح, لكن في نفس الوقت هو ما حيديك اي حاجه. يعني اكيد بعد كورس ده في كميه من الناس حيقولوا اوكي انا داير اواصل في النقطه الفلانيه, او اوكي الحاجه دي انا ما عرفت عنها حاجه كثير شيء فانا حواصل فيها. فكيف انك تقدر تواصلي براك دي واحده من السكيلز برضه احنا بنقول لك. ايوه تمام طيب في اي زول ثاني؟ يس تمام. بالنسبة للريسورسز هل في جزء منها هيكون reading books PDF وكده؟ yes في الكورس داتو في كتاب اللي هو هيكون قاعد في اللايبرري, هنرسل للناس اللينك بتاعه ممكن الناس تقراه. لكن في تنس من الدوكيومنتيشن وفي تنس من البروبلم سيتس هتكون قاعدة. يعني اي بروبلم سيت حاطين عندها زي ريدنج طويل شديد, مو طويل شديد لكن ريدنج كويس ممكن الناس ترفع عليه. اذا كده السؤال كده تجاوب على السؤال بتاعك اولي. ايوه ممتاز cool. اي زول عنده اي سؤال ثاني؟ ممتاز. طيب الحاجة الثانية اللي هو جوجل كاليندر, حاليا من برضو من الحاجات اللي احنا لقيناها انه سلاك وجوجل كاليندر بيشتغلوا الاثنين كويس مع بعض. ما بيشتغلوا كويس بس في الموضوع بتاع الكورس, حتى بيشتغلوا كويس في شركات البرمجة يعني في السودان وبرا السودان. فجوجل كاليندر وسلاك دي ستاندرد تكنولوجي الناس بيستخدموها, فكون انك برضو بتكون عندك او عندك معرفة بيهم دي حتكون يعني بلس بالنسبة لك بعدين كده قدام إن شاء الله. فحاليا عشان بس ندي الناس نبذة سريعة عن جوجل كاليندر, جوجل كاليندر في الديسكتوب في اللابتوب في التليفون سواء كان iOS أو يعني أبل ولا أندرويد مختلف حبتين. لكن هذا بتاعه كله بالعادة إنه في الغالب نحن عندنا كورس عن أو عندنا كاليندر عاملينه براه اسمه كود سودان باتش 3. بعد كده مثلا هنا في الانترودكشن سيشن اذا مشينا لقدام هنلاقي في ويك زيرو ريفيو ده هيجي لقدام, ويك 1 ريفيو وهكذا لحد كل الحاجات. الهدف من الموضوع ده كله انه احنا بنكتب جدول فيزيكال, يعني معنى ان جدول يعني نقوم نعلقه ولا كده. في الغالب كل الجدول او كل الحاجات اللي عندنا بننزلها في جوجل كاليندر. ليش؟ لانه جوجل كاليندر فيه الفلكسبيليتي بتاع انك تتعدل فيه. يعني مثلا اذا احنا قلنا ممكن عادي اقوم اشيل الحاجه دي واعدلها واديها هنا لكل الناس هتصحى لها انه احنا عدلنا الويك من يوم 9 ليوم 10 اللي هو من يوم الجمعه ليوم السبت. انا هنا بالنسبه لي بس عندي في فريق في الزمن حبتين, يعني بالنسبه للناس كلهم المفروض يكون ظاهر من الساعه 8 للساعه 9:30, ما من الساعه 9 للساعه 10:30. فيعني بس لانه في فريق في الزمن بسيط بالنسبه لي. الحاجه الثانيه المهمه اللي هو هنا في حيث اسمه اللوكيشن اللي هو تلقوا فيها البينز دي. جنب اللوكيشن بيكون في لينك, اللينك دايما هو اللينك بتاع المحاضرات. حسنا احنا شغالين بجيتسي اللي هو السوفت وير شغال بيه حاليا, اللي قدام احتمال نحول لزوم لحد حسنا احنا بنبحث في الحاجه دي. لكن يعني ريجاردلس او احنا شغالين بزوم ولا شغالين بجيتسي دايما بتلاقوا اللينك موجود هنا. فاذا الناس ما عاد تخش اللينك من وين, ممكن تخش جوجل كاليندر وتضغط على السيشن اللي احنا هنخشه هتلقى اللينك فيه. إذا لا قدر الله يحسين يا ريت الناس تذكرني سريع لأنه حاجة مهمة شديد بالنسبة لنا الموضوع بتاع اللوكيشن أو الميتينجز هيكون وين. فدي أهم حاجتين اللي هو الزمن نمرة واحد واللينك بتاع نمرة اثنين. واحدة من الحاجات الكويسة برضه إنه يعني جوجل كاليندر مذكرك قبل 30 دقيقة بالديفولت بتاعه. الديفولت إنه مذكرك قبل 30 دقيقة عن انه المحاضرة حتكون بعد 30 دقيقة او نص ساعة. فدي برضو حاجة كويسة عشان تذكر الناس. طيب كيف ممكن اخش الحاجة دي؟ في لينك بالنسبة لجوجل كاليندر عشان الناس تخش عليهم هرسله اللي هو كله قاعد في الدوكومنت ده, هرسل الدوكومنت ده كله بعد شوية بعد ما ينتهي.
في announcement 3 فبتلاقوا انهم في invitation في جوجل كاليندر باتش 3 فالناس كلها طبعا على اللينك ده هتدخلهم طوالي اللي هو لازم تكون يا اما منزل البرنامج بتاع جوجل كاليندر في التليفون بتاعك او يعني اذا بالويندوز تلقى طوالي خاشي في اللينك ده اللي هو يعني بالبراوزر سريع ما محتاجين تنزله فدي الحاجتين الاساسيات او الحاجات المهمه في جوجل كاليندر فحسي عشان بس ما نلخبط الكيمان سلاك اللي هو الكوميونيكيشن بتاعنا او التواصل بتاعنا كله حيكون على سلاك جوجل كاليندر حيكون بالنسبه للزمن حتى اللي قدام اذا في ناس شغالين مع بعض اثنين في مشروع او ثلاثه انفاق في مشروع جوجل كاليندر حتكون لهم حاجه كويسه شديد عشان يقدروا يتواصلوا مع بعض يعني يعملوا ميتنج مع بعض يعملوا سند لانفيتيشن او سند لان الزول ده يشوف اللينك اللي انت عملته فجوجل كاليندر دي حاجه كويسه شديد برضه فا يس الحاجه اللي بعدها اللي هو منصة كوتش ده على جيت هاب ودي تقريبا اول دفعة يعني الدفعة الثالثة هي اول دفعة هتشتغل على المنصة بتاع جيت هاب او يعني هيكون عندها شكل عن المنصة بتاع يعني كوتش ده على جيت هاب عاملة كده طيب انا عندي مشكلة في الباتش هدخل هنا طيب ما هنخش معي ما المفروض اخش معي تمام خلينا اقوم اعمل شير بالنسبة لحاجة تانية كده الصورة واضحة مع الناس ولا لا؟ ألو؟ أيوة الصورة واضحة. الصورة من جسد. طيب المنصة بتاع كل السودان الهدف بتاعنا نقوم نجمع الريسورس كلها الناس المحتاجة عليها في مكان واحد. فأول حاجة اللي هو ويلكم يعني فيديو بس للناس اللي هيتعلم شنو من البرنامج أول حاجة عندنا ويك زيرو اللي هو هيكون على سكراتش برضو هنجي للنقطة دي ويك زيرو هو شنو والبروبلم سيت هي شنو الحاجات دي كلها لكن مبدئيا هيكون عندنا ده الفيديو مثلا أول فيديو ده نحضره أول فيديو المفروض نحضره لحد المحاضرة الجاية وتحت هنا بكون في اللكشر ذاته كان فيه شنو مكتوب هنا في ترجمة لللكشر اللي هو إذا الناس عندها مشكلة بسيطة مع الإنجليزي ممكن تشوف الترجمه بتاعت اللكشر لكن دائما بننصح الناس انهم يحضروا اللكشر بالانجليزي لانه معظم التيمز او معظم المصطلحات بتاعت البرمجه يعني هنقولها بالانجليزي ما هنقولها بالعربي دي الحاجه الثانيه الحاجه الثالثه اللي هو بالنسبه للريفيو للبروبلم سيت ده اذا مثلا ما قدرت تحضر المحاضره او دايما مثلا تبدا سريع ده ريفيو من الدفعه اللي فاتت للبروبلم سيت بعد ذاك البروبلم سيت زيرو اللي هو ما هي البروبلم سيت زيرو والحاجات دي كلها حنجيها في المحاضره الجايه بتاعتنا ان شاء الله اللي هو ورقه يوم الاثنين واخيرا في شرح للبروبلم سيت بالعربي برضه ممكن تخش عليه من هنا فده برضه الفيديو مثلا هنا الفيديو ده برضه مثلا هنا بالانجليزي أو بالعربي معلش الترجمة بتاعته تمام طيب ده بالنسبة للويكس اللي كان اتكلمنا عنها اللي هو ويك زيرو فيو سكراتش ويك ون جربنا لسه ويك زيرو فيو سكراتش اللي هو سكراتش دي عبارة عن لغة برمجة بس بالنسبة للأطفال لكن بتوقع لنا نفهم بتاع البرمجة عموما عامل كيف ويك ون عبارة عن سي ويك تو الأريز ويك ثري الألجوريثم Week 4 memory, week 3 data structure, week 6 python, week 7 SQL, week 8 information. أي واحد من الـ weeks ديل ما عدا week 8 عليه problem set أو عليه مشروع أو project بنشتغل عليهم. مثلا scratch هنقوم نعمل براني إما لعبة أو video games أو حاجة بالشكل ده. C هيكون حاجة تانية arrays مختلفة, algorithm, memory مثلا في ده هنشتغل dictionary, data structure, python, هنشتغل حاجة اسمها DNA برضه يعني هي قصه وعندنا سيكوال هنشتغل مع داتابيس بتاع AMDL اللي هو دي اكبر داتابيس بتاع موفيز في العالم هنشتغل بسيكوال فيها ان شاء الله
بعد ذلك تاني هنا في حاجة بسيطة اللي هو الناس اللي تخرجوا الحداثة حاجة ما كملناها كوتش دان تيم برضو لسه حاجة ما كملت لكن شغالين فيها وفي الكوميونيتي بعد ذلك فيسبوك جيت هاب انستغرام لينكدين تويتر اللي أنا قدر تخش فدي عموما المنصة بتاع كوتش دان وهدفنا كان إننا نقوم نقدم أو يكون فيها أكثر ريسورس ممكنة في منصة قريبة لدي بتاعت سي سيفتي لكن هي موجهة أكثر بالنسبة للكورس ذات في حد ذاته بدون الريسورس الخارجية فبرضو يعني هنرسل اللينك للحاجة دي كل حاجة برضو هتلاقوا اللينك بتاعها موجود كل حاجة هتلاقوا اللينك بتاعها موجود في هنا اللي هو كود سودان بلاتفورم من جيت هاب ده اللينك بتاعها فبرضو ممكن نسخش عن اللينك ده طيب ممتاز الحاجة اللي بعديها اللي هو جيتسي جيتسي في كمية من يعني في كمية من software كان قدامي أختار منهم إن مثلا سكايب جوجل ميت زوم وهكذا فإحنا اخترنا جيتسي لأسباب كثيرة لأن جيتسي هو open source أو open source دي واحدة من الحاجات اللي بيحبوها ال developer كثير يعني البرنامج بيكون open source يعني source بتاعه open ممكن الناس تنزله عادي فنحن دائما أدفوكيت إنه يعني الموضوع بتاع open source والشير بتاع information مع الناس لكن في حاجات بسيطة في جيتسي ما ظبط شديد فلقدام إذا لسه عن الموضوع ما ظبط شديد هنقوم نحاول لزوم إذا لا هنواصل بجيتسي إن شاء الله دي الحاجة اللي بعديها آخر حاجة اللي هو EDX إذا الناس خشت على EDX كده اللي هو EDX عبارة عن منصة كبيرة عشان الناس تخذ فيها الكورسات يعني مثلا المشكله اني ما حكوش عندي يعني EDX.org طيب دي المنصه بتاعتنا فيها كميه من الكورسات واحد من الكورسات دروس اللي هو CS50 لكن في كميه من الكورسات يعني MIT هارفارد بروكلين يونيفرسيتي اوف تكساس بوستن هونغ كونغ فحتى يعني الناس يعني اذا حابه ممكن كل الكورسات دي مجانيه عشان تخشها بس عشان تاخد السيرتيفيكيت او الشهاده بتاعتك هتدفع قروش فممكن الناس اذا بدات تعرف اي حاجه عن حاجات ثانيه بزنس انجينيرنج هيومانيتيز داتا ساينس لانجويج كمبيوتر ساينس هي دي كلها ممكن الناس تاخد عادي طيب من اول حاجه هنعملها شنو هنعمل ريجستر او هنقوم يعني نسجل في المنصه اللي واحده من فوق انها ريجستر ممكن الناس تنزل التطبيق برضه بس اذا تنزل التطبيق الولاد داي تنزل بشنو أو تدخل بس فأنا هقوم أقول له والله يا أخي أنا سكوت سودان الببليك هو سكوت سودان برضو الإيميل سكوت سودان 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 كويس طيب نحن نزلنا كمبيوتر انترنشنال خلينا نعمل بس كوبي و صفر بعد كريت اكاونت فهو عمل لي طوالي كريت اكاونت بالنسبه لي كود سودان كل الامور ماشيه كويس الحاجه اللي بعديها انه اقوم افتش على كود بتاع سي اس تي امشي بروجرامز Actually courses, it's low courses. Like it's the new courses. طيب المشكلة في السيرفر. ما هناك. تمام هيديني سيرش بالنسبه للكورس اللي انا دايره هقول لهم ده كورس اسمه CS50 انتر اول كورس هيديني CS50 انتروداكشن تو كمبيوتر ساينس هارفارد اكس هضغط عليها بعد ذلك هيفتح معي الشاشه دي اللي هو الشاشه دي فيها
معلومات عن الكورس اللي هو بالانجليزي, introductory اللي هو introduction كله بالانجليزي, انك professional دي للناس اللي درسوا في الكورس. بعدك اذا داير الشهادة من PDF ذاته بديك $90, لكن حاليا في شهادة free بعد ما تنتهي من البرنامج بترسل هارفرد, فدي حاجة كويسة غير الشهادة بتاعت PDF. فممكن عادي نجي هنا نعمل enroll. قال لي داير انه هل داير هي تكون verified certificate اللي هو حيدفع القروش, ولا داير audit. فانا هختار لهم audit.